بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيدنا اللهم من رب العالمين، دعا شيخنا العظيم عنا ختم القرآن بالعصمة والتوفيق. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران وفرنا للإحسان واجمعنا على الإيمان. آمين.
عظيم ربيع قلوبنا وإلى همومنا وشفاء لصدورنا وكشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمالنا وبركة في أرزاقنا ووسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الذي وطرق النار يفدا أمضيتنا واستعملنا به سرا وعلانيا اللهم اجعلنا مما يحل حلاله ويحرم حرامه ويحرم متشابه ويقف عند عجائبه اللهم اجعلنا بحقوق كتابك الكريم العظيم القائمين وعلى تلاوته مداومين واجمعني والاستهزاء والصد عنه سالمين اللهم ما كان في تلاوتنا او تلاوتنا غيرها من خطا او نسيان او زياده او نقصان او تقديم او تاخير او سهو او لحن او لحن او سلطان ووقوفنا وجميل وكذلك سائر اعمالنا فتقبل اللهم بفضلك فتقبل اللهم بفضلك فتقبل اللهم بفضلك وتجاوزها عنا بفضلك ومنك وكرمك واحسانك واكتب ثوابها لنا ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين ذبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاد والإجلال والإكرام والإعظام وصلى الله عن الخير البرر الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. انقرني اسمه الفاتحة أن الله يتقبل منا وعنكم ويرضى عنا وعنكم ويتقبل حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويجعل ما ترون في أزمانكم بركة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونهديها ونتشفع بها يا حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآل بيت الكرام وأنصاره والأئمة المجتهدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيد الأستاذ الأعظم القديم المقدم محمد بن علي العلوي وجميع ساداتنا الصوفية وأولياء الله والصالح عباد الله وكان وأخلف الله من شرك الأرض والنار.
عبد الرحمن السقار وسيدنا أبو بكر السكران وسيدنا عمر بن العباس وسيدنا الشيخ الطريقة وإمام أهل الشريعة والعزيزة شمس الشموس ومحيي الدروس من يبتغي الدكوس النفوس سلطان الملا سيدنا عبد الله بن ذكر لا يسوي وأخواني وأولادهم جميعا ووصولهم وفروعهم وجميع مشايخ جهدنا الحضرميين واليمنيين والمكيين والمدنيين والهنديين والجابيين أن الله ينفعنا بهم بإسرارهم ثم إلى روح سيدنا أحمد شيخنا مدتنا وسلتنا الله عيدوش محمد عيدوش وسيدنا أحمد بن أحمد بن عيدوش وسيدنا حبيب بن أخوات الجحفر بن أحمد العيدوش إن الله يوصل ثواب ذلك إلى الرحيم ونضعنا بركاته وفي وجه الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي سيدنا محمد مصطفى وجه مصطفى صلى الله عليه وسلم آمين اللهم آمين اللهم آمين آمين ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الأسعد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين أفجل رب شكرا بس أنا مش هذي قد يستيقظ